مزيد من القراءة والمتابعة انضموا لنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم وموقع اليوم السابع. أستاذ أكرم، أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد رسائل عدة أرسلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء إلى الداخل المصري أو إلى الخارج، ولكن في البداية نبدأ بأصحاب هذا اليوم القادرون باختلاف. كيف ترى في البداية تخصيص 10 مليارات جنيه، توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف؟ ألو، ما حضرتك يا فندم، اتفضل. ألو أستاذ أكرم، حضرتك سامعني؟ ألو، طيب واضح إن في مشكلة في التواصل. ألو، مع أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. كنا ايوه معاك. طيب اتحدث عن الرسائل العده التي ارسلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء فيما يتعلق بالداخل او الخارج، والبدايه مع قادرون باختلاف. كيف ترى توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، توجيه حكومه لتخصيص هذا المبلغ؟ اولا يعني اولا دي النسخه الخامسه الحقيقه، وهي النهارده يعني كل سنه نسخه قادرون باختلاف بتتطور بشكل كبير، والرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مدى السنوات اللي فاتت كان داعم حقيقي، وتم تمكين ذوي الهمم وتقديم كل الخدمات اللي مدمجين في المجتمع، وتكريم طبعا الابطال الرياضيين اللي الحقيقه مع هذا الدعم حققوا بطولات في البارالمبيه وفي المسابقات الدوليه والمحليه بشكل كبير، فاصبح في ابطال من ذوي الهمم اللي كانوا على مدى عقود مستبعدين الحقيقه، فطبعا ده جزء مهم جدا في هذا الامر. ويمكن الرئيس دايما بيقول ان هو احنا كمصريين بناخد الطاقه من هذا اليوم طوال السنه، وده بالفعل لانه في جزء حقيقي ودول عدد كبير جدا، عده ملايين كانوا بيستبعدوا او ليس لهم تمثيل في البرلمان او ليس لهم تمثيل في المؤسسات، حقوق العمل، حقوق المواصلات، اصبح النهارده كل هذا الامر التمكين الكبير في هذا الامر. صحيح. دي نقطه، والحقيقه انه يمكن الرئيس بالرغم من انها بيوجه رسائل بدعم ذوي الهمم، والمره دي ممثلين من غزه، وانه مصر بتدعم غزه وفي ممثلين ليها، وجهوا الشكر للرئيس الحقيقه، والرئيس اكد انه مصر مهما كانت ظروفها تساند القضيه الفلسطينيه وتدعمهم وصولا الى الدوله الفلسطينيه، ودي النقطه الاستراتيجيه اللي دايما مصر بتشتغل عليها، وانه في سعي ربما يثمر من مصر لم يتوقف منذ بدايه العدوان لوقف هذا العدوان والوصول الى هدنه تستمر وتصل طيب الى وقف لاطلاق النار. لكن ال 10 مليار جنيه الحقيقه ده على مدى السنوات اللي فاتت كان بيتم تخصيص مبالغ لصندوق ذوي الهمم، وده جزء مش قليل، 10 مليار يمكن رئيس الوزراء كان بيتكلم على مليار، فالرئيس ضاعفهم 10 مرات على اساس انه ده بتقديم الخدمات المتكامله والكرنيهات والخدمات في المواصلات ودعمهم في الدمج ومنحهم الكثير من الميزات المجانيه والدعم في الصحه وفي تعليمهم وفي غيره، وبالاضافه لكل التفاصيل واعداد بتضاف سنويا في هذا الامر. ويمكن الرئيس بالرغم من انها قادرون باختلاف لكن كان حريص ليؤكد شفافية الدولة المصرية فيما يتعلق ب رأس الحكمة، ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة الأشقاء. طيب أستاذ أكرم، يعني سوف أتحدث عن كل ملف على حدة، ولكن أبقى مع قادرون باختلاف. يعني في هذا اليوم وفي تلك الاحتفالية دائما ما ننظر خلفنا، عاما مضى، ماذا تحقق لقادرون باختلاف خلال العام الماضي؟ دعنا نتحدث عن الملف الرياضي. كنا نتابع الصورة التذكارية التي التقطها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبطال مصر من ذوي الهمم، والذين استطاعوا تحقيق 27 ميدالية خلال دورة باريس العالمية لذوي الإعاقة. كيف ترى جهود الدولة والإرادة السياسية لدعم ذوي الهمم فيما يتعلق بالملف الرياضي؟ هي إرادة سياسية وإرادة إنسانية الحقيقة، لأنه زي ما احنا أشرنا ذوي الهمم كانوا مستبعدين من الوظائف، مستبعدين من المشاركة في المسابقات الرياضية، ما بيتمش دعمهم، ما بيتمش دعمهم أو تدريبهم. النهارده يعني هذا الرقم، إن دي مش أول سنة بالمناسبة والرئيس كرمهم
مش أول سنة يحقق أبطال ذوي الهمم بطولات في باريس أو في البارالمبيات أو في المسابقات والأولمبيات الدولية الخاصة بذوي الهمم. لكن الحقيقة إنه الرئيس بيتخذ هذا الأمر لأنه قد إيه يعني هؤلاء ذوي الهمم كانوا بيمثلوا عبء حقيقي على أسرهم أو إنه مستبعدين أو الآثار النفسية وغيره. الحقيقة الرئيس بيتعامل بالفعل يمكن بنشوف بأبوة شديدة وإزاي هو بنحس إنه الجو النفسي والعاطفي والإنساني بالإضافة الحقيقة مش كلام أو جو عاطفي فقط لكن كمان قرارات تنفيذية بتؤثر دعمه المباشر واهتمامه باعتبارهم أبنائه باعتبار أنهم أبناء الدولة المصرية. ممكن الرئيس يتكلم على فكرة إنه هؤلاء الطاقة البشرية عموما هي الأصل وهي الثروة الحقيقية وجزء منهم ذوي الهمم وده كان واضح جدا في تكريمه للأبطال الرياضيين وتأكيده أنه هذه الأموال اللي خصصت للصندوق في جزء منها الحقيقة بيدعم هؤلاء الأبطال وبيدعم صحيح. مزيد من أنه الشباب والأطفال اللي بيدخلوا في الفن يمكن استجاب لي يعمل معارض فنية استجاب أنه يدعمهم بشكل كامل في المدن الجديدة النهاردة في خطوط واضحة لذوي الهمم في المواصلات العامة لذوي الهمم في التعليم والتعليم العالي في قرارات بالدمج وقرارات بالدخول في الجامعات وان يبقى لهم اماكن ما يستبعدوش ويبقوا منفصلين او غيره. دي كلها الحقيقه بالاضافه لانه الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكين ذوي الهمم لاول مره كانوا قبل كده بيطالبوا بمجرد ممثل ليهم في مجلس النواب او الشيوخ النهارده بقى لهم نسبه وقوته وحق حقيقي من لجنة الدستور وصولا إلى المجالس التشريعية والمجالس المحلية والوظائف ونسبة الوظائف ونسبة ده. فالحقيقة أنه ده يوم مهم لأنه بيعكس قد إيه الدولة المصرية بتهتم وبتهتم بكل مواطنيها وتمكنهم من ناحية وبالذات ذوي الهمم اللي بيمثلوا ملايين من ممثلين للأسر المصرية اللي النهاردة بتشعر بامتنان حقيقي. وبضيف النهارده انه غزه كانت موجوده وفلسطين رئيس اكد قد ايه الدوله المصريه مهتمه باطفال غزه وبغزه عموما هم الفلسطينيين وانها لن تتوقف عن بذل كل الجهد وصولا للدوله الفلسطينيه. طب حضرتك عايز نطلع على الرسائل السياسيه ونرجع مره ثانيه على فيما يتعلق بدعم الدوله لقادرون باختلاف. حقيقي كان هناك رسائل سياسيه هامه تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا كانت حاضره خلال الاحتفاليه بقادرون باختلاف مثلما حضرتك اشرت وجود اطفال غزه الذين يعالجون هنا في مصر وحضورهم هذه الاحتفاليه بالتاكيد هذه رساله هامه. ايضا تطرق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالسياسه المصريه الواضحه والمصداقيه التي تتعامل بها السياسه الخارجيه المصريه فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التطورات الحاصلة في قطاع غزة وصولا إلى الهدنة وقيام الدولة الفلسطينية على حدود فلسطين التاريخية. هذه الرسائل كيف تراها وإلى أي طرف يتم توجيهها؟ الرسائل السياسية المصرية هذا اليوم أنه مصر معبر رفح لم يغلق وأن دعم القضية الفلسطينية جزء أساسي من استراتيجيات الدولة المصرية وأمنها القومي. حرص مصر على أمنها القومي مؤكد وواضح. يمكن امبارح يعني بشيء يذكر امبارح كانت قوات الجوية المصريه بتعمل اسقاط لاطنان مئات الاطنان من المواد الغذائيه والنهارده برضه بيتم عمليه الاسقاط والنهارده اليوم واستمرار ده تعويض للعرقله اللي بيمثلها الاحتلال الاسرائيلي في الجزء الاسرائيلي او الجزء الفلسطيني من معبر رفح ومحاوله ده. فده قفز على الموضوع مصر والامارات العربيه المتحده والاردن وقطر اسقاط كميات كبيره اعتقد انها ستكون ذات تأثير واضح فيما يتعلق بتعويض النقص الشديد ومحاولة الحصار والتجويع التي يبذلها الاحتلال الإسرائيلي. وكمان الحقيقة معبر رفح لو احنا بنتابع الصور موجودة النهاردة كميات كبيرة جدا يعني عشرات الكيلومترات من الشاحنات بتدخل إلى معبر رفح يوميا والآن واستقبال الجرحى واستقبال المصابين. فهذه الرسائل السياسية دائما واضحة وأنه مصر موقفها واضح جدا منذ اللحظة الأولى للعدوان وأنه يمكن الرئيس بيلفت النظر أنه في كلام كتير
بعضه ما بيبقاش صحيح، او ادعاءات، او ادعاءات حتى من قوات الاحتلال محاوله لتعليق فشلهم على شماعات او غيره. مصر ردت بحث ومصر جاهزه لكل السيناريوهات، ومع ذلك مصر بتدعم السلام لكنها قادره على حمايه هذا السلام وحمايه امنها القومي بشكل واضح، بالاضافه الى انه رئيس يمكن اشار الى انه هناك محاولات ربما تثمر. مصر بذلت جهود ضخمه في يتعلق بالهدنه وفي الهدن اللي قبل كده، ثم النهارده ربما تكون هناك اخبار جيده في التوصل الى هدنه ندخل بها شهر رمضان، مع التاكيد على انه موقف مصر واضح وشفاف وشريف بشده، وان مصر لا تقول كلاما مزدوجا. طيب هناك ايضا نقطه اخرى تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخه الخامسه من قادرون باختلاف، وهي العلاقات المصريه الاماراتيه، والتي تجلت في الاونه الاخيره فيما يتعلق بالمشروع الاستثماري الاكبر في مدينه راس الحكمه. كيف ترى نمو هذه العلاقات وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لرئيس دوله الامارات ولشعب الامارات على هذه العلاقات المتميزه؟ بالتاكيد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه دوله الامارات العربيه المتحده اشقاء، وعلاقات مصر والامارات علاقات استراتيجيه وعلاقات اخوه كمان، يعني بتتجاوز حتى المصالح المشتركه والمتبادله اللي بتحدث في مثل هذه المشروعات والاستثمارات الى علاقات اخويه فعلا. الرئيس مش اول مره يقول ده الحقيقه، حتى في قمه الحكومات قبل ذلك وقال الاشقاء العرب اللي ساندونا في ازمات او غيره، وكمان الحقيقه انه الرئيس محمد بن زايد وازاي تم الاتفاق بسرعه، وانه بقدر ما بعض الناس كانوا بيتحدثوا او بيشيروا لانه المصالح وغيره، لكن الرئيس كان واضح جدا في انه هذا المشروع بقدر ما هو له عوائد اقتصاديه مباشره على المستثمرين وعلى الدوله المصريه، عوائد كبيره جدا سريعه وعاجله، ثم اخرى متوسطه، ثم فرص عمل، ثم انتاج ومصانع مصريه بتعمل ومنتجات مصريه، لكن كمان كان حريص انه يقول انه في جزء من هذا الامر جزء اخوي، وانه استراتيجيه هذه العلاقه بتتم بمسانده حقيقيه واتفاقات، بالرغم من انها تدخل في مصالح اقتصاديه لكنها كمان تدخل في علاقات انسانيه تتجاوز اي مصالح اقتصاديه. ودايما الرئيس لا يتوقف عن انه يذكر كل حد ساندنا لا يجب ان ننساه. الحقيقه انه العلاقه بين مصر والامارات علاقه تاريخيه واستراتيجيه منذ شيخ زايد يعني حكيم العرب يرحمه الله، اللي كان يعني مساند جدا لمصر ومن اقوى الدول اللي ساندت في مصر، وبالتالي فالشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه المتحده والاشقاء في الامارات علاقه قويه والعلاقه ممتده، فمثل هذا الامر جزء فيه اخوي، بالاضافه طبعا الى تبادل المصالح وانه ده استثمارات عربيه في النهايه خارجيه لكنها عربيه، وده اتجاه حميد جدا في انه الاموال العربيه تستثمر في دول عربيه ولا تستثمر في الخارج او في دول اجنبيه او غيره. ده جزء مهم قوي يجب ان ننظر اليه، واحنا بننظر لهذا الامر، والحقيقه الرئيس كان صادق جدا وحريص في هذا الامر على تاكيد على فكره انه الدوله لا تخفي شيء، بحق المواطن ان هو يعرف والراي العام وغيره. الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة الوفية.